أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، فيديو قاسي جدا على القلوب في هذه المرة، حيث استعرض أحد المحللين الرياضيين قصة الشاب ومعاناته في الحياة، حيث استعرض شقته المتواضعة التي يخلوها من الأساس وتخلو من اللمبات، وعندما أظهر المطبخ أظهر الموقد قديم جدا، ظهر والده وهو نائما على الأرض، اشتكى من ضيق الحال وقال أن السكان تجمعوا واشتركوا له حتى يستطيع شراء المكيف، إنه كان يعمل لدى كاشير ب2000 جنيه. حقيقي يعني قصة مؤثرة ومؤلمة للقلوب استعرضها هذا المحلل الرياضي، انتشرت بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى هنا ينتهي الخبر، لم يعد لدينا المزيد لكن لدينا الجديد، فابقوا معنا وتابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لدعمكم المستمر وحسن متابعتكم، ابقوا معنا على الدوام.